ديرو الحنا نديرو الحنا مي تشدو هكا كي تنبور ديرو المزوز في حياتي لا تا مربوحة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفهم هيت صوتي صوتي تسكر عاود كزيان مدا انت كي سوا سوا حتى شي بحال ساعة ما كي خميس ناسا حتى شي بحال دالت معزيز فؤاد شحال جهنا من بعد تعاود ضويا زين اشي تعاود وليش هاني غدا فما اللي عاود ودك وايضا هذه قمي فؤاد السين امي قرف كي تسين انا اللي وقع بنت عرف انس بنت عرفنا بنت اليوم انت كنت تزوجي بنت عرفنا بنت اليوم انا لايك تو دير غورد قال لي ما قلنا حنيت كاس الخير مال كان شحال الدرويش يا ما هي ميلا باقي تباقي صحايتكم تباقي تباقي صحايت عيدكم باقي تباقي ندي أزينة تباقي تباقي فؤاد خمك اش عزيزي لما تاكل دوكا الراي غبري أكيد تزيد يا يو جدت هكا أكيد انا اتخمر لا فيديو من بعد ادي شو كان قاعد من بعد تاكي كي ليسونسيال البنات تفاصلوا الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا كامل يعني التحذيرات اللي درناهم في دارنا بيان سو للعيد بيان سو يدخل علينا بصحه وربح ان شاء الله ونقول لكم صحه عيدكم كامل تفاصل البنات والله العظيم الله غالب هدا وين عندي الوقت باش ندير لكم مونتاج ونشارك معكم هذا الفيديو الله غالب ما عنديش الوقت كامل نورمالمون هذا الفيديو راح نحطه هذه الصبيحه ولا البارح الله غالب ما يكتبش ربي حتى يعني هاد الدقيقه باش عندي الوقت ونشارك معكم ليسونسيال البنات هنايا بالنسبه لهذا الفيديو كاين بعض اللقطات درتهم للبارح وبعض اللقطات درتهم البارح فوالا كيما هذه يعني وين رانا نبريباريو في المقروط داناهم للبارح يعني شمخنا كامل يعني هنايا السميد هذا الخشين يعني سبيسيال تاع المقروط شمخناهم البارح قلت راح نديرو الله غالب والله هاد اليامات يعني الوقت يجري وحنا يعني نجرو موراه ومنلحقوش منلحقوش كامل لكن اختي ناطي حدا يجي وقتها كيتزاج نكون انتزاجت في راس نقول ما نلحق والله العظيم ما نقول ما نلحق لان الله غالب لا انت صح كان نتبع شطوح جاذوز نتبع شطوح ستافو سي بور سا انت شطوحي تجي واحد شطوحي ثار واحد كنقارن المهم ذاك ثلاث توليمت قرية تهقيق المقروط سرخاسي تيدا توليمت سرخاسي تمشي نك على كل حاجة ما هي سرخاسي لا تدا نسرخس جخفف ذاك ثلاث توليمت الحاجة تمزوات نخدم ثلاثة الكيدات المقروط ومن بعد ناريس شطوح المرحاس توليمت شطوح كانك الجزر أزالي صدغة ومن بعد ذاك مصيغ السميرة السمن فوالا ذاك السمنة في حدا يخدم مع السمن اكو الزيت نصونكو سفسيغت سمني بيان سو انا شطوح نزيد نصونكو شطوح كان ابري تخرج نمت كلشي اتنجا كنا يعرف ابري ما تسكاني انكم صيت تنزل خاصك سوا ما نزهر قدوامين فوالا لقيت انا سرخصت كان كاين السمنه كل الزيت دايقي كان هنا البنات كما قلت لكم راكو تشوفوا راني درت ثلاثه بول تاع السميد يكون خشين يعني سبيسيال تاع المقروط ومن بعد راح نشمخوه بيان سور بالسمن مع زيت سونغو زيت النباتي يعني ندوبوا السمن ونزيدوا هكا برك شويه من زيت السونغو ومن بعد راح نشمخوها هكا ونخليوها حتى يعني النهار الجاي باش نديروا المقروط تاعنا تفاصو حنايا الحق العيد ومازلنا نديرو في الحلو في الحلوه سورتو المقروط هذه شغل تشهيتها ما نكذبش عليكم انا يعني رمضان تاع هذا العام سيفري يعني جاز بالخف يعني تقبل منا ومنكم ان شاء الله تقبل صيامنا منا ومنكم ان شاء الله يا ربي دروك هنايا كما راكم تشوفوا رانا شمخنا السميد تاعنا كما راكم تشوفوا وراح نخليوه حتى الصبيحه باش ولا حتى نهار الموالي باش نولي وليه ونشمخوه نشمخوه بالماء مع ماء زهر وهنايا من جهه واحدة اخرى كيف راح نديرو تاني كي نشمخو الخفاف ولا السفنج كل واحد كيفاش يديرو كيفاش يقولو هنايا يعني حبيت نشارك معكم هكا برك بعض اللقطات هكا باش تشوفوا ببري واش دانا كامل يعني كان يعني كي يلحق العيد لا فيريتي
نديرو ميناج كبير يعني مالقي هكا نكونوا عيانين من نديرو الكوراج نديرو كيفاش الشغل نديرو الحماس لي رواحنا هكا باش نوضو لازم هكا باش العيد تحس باللي باش نحسو باللي يعني كاين مناسبة الخطأ الا ما داناش هكا ما نحسو بوالو صافي لازم علينا كمام يعني نديرو نشاط لرواحنا الحماس هكا باش يعني يكون نهار مختلف مالقي ما حسيتيش بيه ولا ما على باليش انا يعني بصح لازم باريكزومبل حنايا في دارنا لازم كي تلحق هكا كاش مناسبه باريكزومبل كي العيد ولا لازم نديرو السفنج هكا في صبيحه العيد لازم نديرو السفنج الا ما داناش السفنج في هذيك الصبيحه نحسو سافا با نحسو حاجه هكا خاصتنا ما على باليش الا حنايا برك ولا شغل نديرو حاجه سبيسيال فوالا هنايا كيف البنات راح نشمخو السفنج هذا للصبيحه باش نطيبوه هذا قلت حدايا كي نكون في الدنيا شغل صح كان نحمل نخدم الحاجه سبيسيال كي يواسني العيد شغل باغ اكزومبل كان من السفنج مد نكور الصبح كي قيت الصبح حيث العيد نحمل نخدم السفنج لكن الشغل انشقض فوالا كي قي نقرص قبيلت انشقض كي قي شغل يجي كشي يضيك خامس الصبح زيك لكن نحوس دري عيد كل يوم يعني نمشي يخدم نمشي تعييد كل يوم نمشي سدايج عيديت مين عاكو تيدو نكوني كخامنا ما يلا ونخدي ما يلا غير كي قيني شغل انكور الصبح ني نخدم اكل حاجة الخفاف من ليسونسييل سورتو الخفاف يا خطيالة جعيت الصباح وبلي جاي نخدم الخفاف الا لقيت ثوا قرا نسج خصوك استواني مثغرو ما لقيني ابايس كان الصباح ما دني كيرا ثنا رفيج ديال بيان سور ثوا دنا وي قصا شنو نجمعوك في جده باس كان الصباح ما دني كيرا تنسوب ديال شوجا سنارو كترون ياكل يا با تنسوب فوالا كيني فوالا كنت كي كنا كي كيرا لقطات كي نخدم وقفر جعيت سيوبوس بيان سور سنيد جيل ماشي سيوبوس سنيد جيل فوالا راح حصلنا شكيت لها رمضان وسوق ساقي يا تسلخف يا درابي تصحو صغارك صحايا وكي ينهوراتي سوق لا جوكل يا تستزرع كي كنت دي نوص قرارك شو ايش بدا بيض اللي كان تقضي غي يا رمضان يضل اللي كان تقضي غي رمضان روح اقضي هذا كل شيء دين وفات دين من سي العيد دين ذي العيد لا سي تان بليزير حسن كنا كي جايت ديم كورس كوس يعني سي تان بليزير زاب لي يعني تو سمدان الحوغ سمدان الحوغ رمضان كي نسمان الحوغ اي الحوغ نسوق سنان تو غاش تو يشتوا دي صفحه رمضان صفحه دي سي سوري مليح ان شاء الله هما جحقا واحد كاونتون كاونت 5 كوا كينا وكنا يدو ادي غال كون نفدو وسنا دي لاستغي ماركين كوخام دي لاستغي ماركين كوخام هذه يسهل كوما ما يجي ذا النفذو خطي ما تكين كوخام نورمال كوما ما تشمع إلا تخدمه تا زمان كيني زاغ دوك بلا خدمة وخدم غير يا قيمة كوخام حقا ميرا ضربي يعني ما ندور سيارة سني كي كان نكون له الدار كان ما يبقى هكا سكا هذا لا تسكا صباح انا راح نقرب صح اتا قرفتي سخاني زعيم نحو خروفي اسليت النص الصبح زيد هيا الصح عندي كاسي باي باي ها فاش حس عيا انا حس اف سبعة ديرو شو فاش حاجي 8 سبعة سوس في الدفخة تبقي يا بسوي ذاكي ثورة غاتي حذية سوليم بيان سور ذاكيني أقرأ غاك من سي العيد مازال تحفو لتقو عادي تنسوب ما عطنا تتخدمي سوكا تتهجي سوكا تتسبويت ما يلا سكوار في حذية سكورني سبون سبوغتي دوك ليلة غيوا كان تروح تولم تنقنو كل حني جواحي إذا شكيت ذا انت توري ما غاية تسبوكا نقيمت كنا تسبو تحفو لتقيني تنعسل غاذاين الا ما شعورك نكفى الحمد لله ربي تسد ليلى نتحومه ياخذك السياق تتصحى ولا جو كان ماشي انت شعورك كي نفدا وكو السياق مي انقالوني كل فرهني وكو كي انت دوك هدي كيما جن تتصحى لقي انا سولي متي حذاي تخدم دوك الحسيله اثنا تو جيمس الحصول الحسيله هي كيش كيتا ديجا بارطاجيتي دي كنت شحال فالني بارطاجيتي ليلى شحال تي كرتيني تخدم انكيني ترها مليح
فوالا تاني كي ماتكم هاصا سبويث ولا مادن كي ضوحا خماش بو خطروش كوشاتي تحامي هذا كي كوش نتا تاتي خدمن ليسونسيال البنات كيما راكو تشوفو هنايا بيان سور هاد الصبيحة دوشت ودركا راح ندير ليسو لي شعري راح نبدا بيه شحال من زمان ما درتش ليسو لي شعري هاد الخطرة قلت راح ندير وراح نطلق لي شعري وكل شيء نسيت راح نكوبي لاماش تاعي راح نعاود نكوبيها مي بصح هاد الخطرة راح نشمخها قبل ومن بعد نكوبيها يعني ماشي مليح راح نقص لها برك لخاطرش شوفوا بداو يبانوا لي فوش وكلشي قلت راح نقصها نقص لها شويه نورمالمون شوفوا يعني انا قسمت شعري هكا يعني ما قسمتوش مليح قسمته برك شويه نروح ونشم خلامش تاعي ونقصها يا سنه الجويه هكي 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 هاج هكي هاج هكي وش كي يمتح بطني وش هذا هكي وليكي هكي ابا تعاود تفتحها استعوذ هكي واحد الفيديو وراولي يعني كيفاش نقص لاماش دروكا راح نسيوها ونشوفو بيان سور الحاجة الأولى راح نشمخو لاماش تاعنا هكذا كما راكم تشوفو راح نقصوه على خاطر كيفاش راه يا ربي ما نديرش كارثة ها غادي تشمها تشمها ما شاء الله نختار فيها ثمن نجلس وشوف نجلس ما جايش دروكا راح نقطعو هكا على زوج يا إلهي خفت 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 على خاطر ما حبيتش نولي يعني ما حبيتش نعاود ندير هاد لاماش على خاطر لاماش هاديك صغيرة يعني لافرونج ما حبيتش نعاودها ما نكذبش عليكم دروك هنايا راح ندير هاديك وهي هادي شكون كيكون كيكون غير فرح ديدي قوي سي فري هذا الشيء يا إلهي ليش زعما هاد الصغار شغل ضرب على باليش أنا شي كبر شوف يا إلهي هكذا يعني شفت طريقة القص هي خرجت لها طوب في بصحة أنا ما على باليش كيفاش نخرجها يا إلهي اليوم جبت دعوات يعني شي نتفرج عليه جيت وجي جبت معايا المقص ربي غير خفت في الاول نورمال بسيطة شفتوا كيفاش راحت راحت هكا على خاطر شغل على شوفوا هاد البلاصه شغل ترفد كما راكم تشوفوا عندي هنا هاد الشغل ترفد تمشي حصان بالبليز ما تمشي اوف الحمد لله يا رب والله خرجت شباب على خاطر انا كيفاش ما حبيتهاش تكون صغيره دوك راح نديرو ديال الشوط ديال الباليز ديالها سي شوال
واو والله غير خرجت شابه. ياه دقيقه نشوفو نجيب هاد المرايا لهنا ونشوف. والله غير خرجت شابه. يا سبحان الله شوف هكذا ومن بعد نديرو لها هكذا. واو دونك صح خرجت دونك سي فري يعني خرجت. شوف واو هذه شغل مشريدو ويشكيت. كيف شفتوني؟ والله غير دركا شابه. دركا راح نبدا اللي سي شعري. فوالا البنات درك راني كملت شعري وراكم شفتوا يعني لا فرونش ولا لا ماش تاعي كيفاش خرجت. يعني خرجت شابه درتها ماشي ريدو كيما راكم تشوفوا. وبالنسبه المقروط تاعنا هنايا في الاخير راح نوري لكم كيفاش راه معسله هكا الله الله من الداخل. بالنسبه لهاد الوصفه البنات الا حبيتوها نعاودها يعني بالتفصيل ولا شوفوها يعني في القناه كاينه. نقول لكم باي باي مع السلامه.